فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. البدع وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، فإن البدع تحل محل السنة، فبذلك تكون البدع هي الدين، وتكون السنن مهجورة، كما جاء في الأثر: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع عنه من الدين مثلها. إذ السنة والبدعة لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا من مضار البدع أنها تحل محل السنن. وقد جاء في الأثر أنه في آخر الزمان تكثر البدع حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة، إذا غيرت البدع قيل غيرت السنة، لأن الناس يتخذونها دينا وسنة، فإذا غيرت استنكروا هذا مع طول الزمان والممارسة للبدع تصير هي الدين، والدين يختفي، الدين الصحيح يختفي. ولذلك إذا طولب بالدين الصحيح قالوا هذا غير السنة، لأنهم ألفوا البدعة وتركوا السنة، فصارت السنة منكرة والبدعة معروفة عندهم.